الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة المتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير جدا بإذن الله في إطار حديثنا بتاريخ الفكر الاقتصادي حول المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية أو كلاسيكال سكول إيكونومكس، أقدم جين بابتيست سي. جين بابتيست سي باعتباره أحد مفكرين المدرسة الكلاسيكية، وعلى بركة الله نبدأ. ولد المفكر والاقتصاد الفرنسي جين بابتيست سي في مدينة ليون الفرنسية في كانون الثاني يناير من العام 1767 لعائلة بروتستانتية اهتمت بالتجارة. اضطرت العائلة للرحيل من فرنسا إلى سويسرا بسبب معتقدها الديني في مجتمع غلبت عليه العقيدة الكاثوليكية، ومن هذا يبدو بأنه كان بروتستانتي أو ربما أرثوذكس. تعددت الأعمال التي تولاها سي في حياته المهنية، من موظف في شركة للتأمين إلى موظف في شركة إنجليزية متخصصة في تجارة السكر، ثم مدير لمصنع متخصص في معالجة القطن، فرئيس لتحرير مجلة علمية، وعضو في لجنة من الخبراء في مجلس نابليون بونابرت إمبراطور فرنسا. وعندما هزم بونابرت في معركة واترلو مع بريطانيا، وكانت آخر معاركه في العام 1815، بدأ سيب بالعمل معلما لأول مساق عام في موضوع الاقتصاد السياسي يعطى في فرنسا. لاحظوا التفاوت الآن بين خبراته العملية والعلمية. ثم أصبح بعد ذلك أستاذا للاقتصاد الصناعي Industrial Economics في المعهد الوطني للفنون والمهن، ليصبح أول رئيس لدائرة الاقتصاد السياسي في الكلية الفرنسية باريس كولج دي فرانس، وكان الأول الذي يشغل هذا المنصب في فرنسا. هذا الآن هو جين بابتيست سي، مواليد 1767 والمتوفي في عام 1832. قام سي في فترات متقطعة بزيارات متعددة إلى إنجلترا، وكان يلتقي مع صديقيه المقربين ديفيد ريكاردو وتوماس مالثوس، لكن ذلك لم يعني أبدا أن الثلاثة قد توافقوا في كل آرائهم حول القضايا الاقتصادية. كان سي عالما متبحرا في الاقتصاد، ويعود سبب ذلك إلى خبرته العملية متعددة المجالات التي ذكرناها قبل قليل. كان سي ممن ساهموا بشكل فاعل في دفع علم الاقتصاد السياسي نحو الصدارة مقارنة ببقية حقول العلوم الاجتماعية. نشر سي كتابا تميز بشهرة واسعة في مجتمع المفكرين والاقتصاديين، وسمه ببحث في الاقتصاد السياسي Traité d'économie politique في العام 1803. الاقتصاد السياسي هذا للتذكير بأنه كان من مهتمين بالاقتصاد السياسي في المدرسة الكلاسيكية. جعل هذا الكتاب له بحث في الاقتصاد السياسي، جعل من سي أحد أقوى المؤيدين لآدم سميث. وقد جاء الكتاب في جزئين، طبع عدة مرات وترجم إلى عدة لغات، وقد أهدى سي الجزء الثاني من كتابه إلى قيصر روسيا الإسكندر الأول لأنه كان أحد تلاميذه. كانت الأفكار التي طرحها سي في الكتاب لافتة ومؤثرة، إذ استطاع أن ينظم المبادئ الاقتصادية العريضة تحت ثلاثة أنشطة أساسية شملت الإنتاج production والتوزيع distribution والاستهلاك consumption. طبعا دائما وأبدا حيثما وردت كلمة توزيع في التاريخ والنظرية الكلية المطلوب فيها توزيع الدخل على عوامل الإنتاج. وقد اتبع هذا الترتيب في الأنشطة الاقتصادية الأساسية مفكرون آخرون مثل جون ستيوارت ميل، وقام ميل بإضافة مبدأين آخرين إلى الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، قام بإضافة تقدم المجتمع Progress of Society والحكومة Government. تحت عنوان نظرية القيمة في تاريخ الاقتصادي يقدم سي تعريفا مبتكرا للمنفعة Utility، فيقول بأنها قدرة الأشياء على إشباع رغبات الإنسان، وأن القيمة أي السعر الآن، سعر هذه السلعة أو قيمة هذه، هو نظرية القيمة هي نظرية السعر،
وأن القيمة تنشأ من المنفعة، والأداة التي تقيس المنفعة هي الأسعار، أسعار الأشياء، شريطة ألا يدفع المشتري ثمنا أكثر مما يقدر في شيء من منفعة. هذا الآن الأفكار الرئيسية حول تنظيم الآن أنشطة الإنتاج، الإقصال، إنتاج production، توزيع distribution والمقصود به توزيع يعني عائد الإنتاج على عوامل الإنتاج، ثم أخيرا استهلاك consumption. وأن القيمة، هاي من ملخص أفكار بسيطة، القيمة تعتمد على الطلب والعرض، والطلب والعرض منضبط بواسطة كلفة الإنتاج والمنفعة المستمدة من السلعة. هكذا هي آراء القيمة تعتمد على الطلب والعرض. إذا يعني هنا عندما تتفاعل قوى الطلب والعرض ينتج عن ذلك سعر توازني وكمية توازنية، وبالتالي قيمة أو سعر هذه السلعة اللي هو سعر التوازني. والطلب والعرض منضبط بواسطة كلفة الإنتاج والمنفعة المستمدة من السلعة. يعني من المفهوم الآن الطلب الآن منضبط بواسطة المنفعة، والعرض منضبط بواسطة تكاليف الإنتاج. عرض سي نظرية القيمة في العمل، Labor Theory of Value، التي ابتدعها المفكرون الأوائل في المدرسة الكلاسيكية، وأحل مكانها آلية الطلب والعرض. وهذه الأخيرة منضبطة بواسطة كلفة الإنتاج Cost Production والمنفعة المستمدة من السعر كما ذكرنا قبل قليل. يقول سي بأن القيمة تعود إلى جهود البشر التي سماها الصناعة البشرية Human Industry، المختلطة أو المختلطة مع الطبيعة ورأس المال. أدخل سي بهذا الفهم للقيمة مبدأ تقسيم عوامل الإنتاج إلى العمل والأرض ورأس المال. وهنا يعني أؤكد على أن المقصود بالتوزيع الآن ما يدخل على العمل من أجور، ما يدخل إلى الأرض من إيجارات، وما يدخل إلى رأس المال من أرباح أو خسائر. وهذا المعيار هو الذي ساد في الأدبيات الاقتصادية في القرن 19. تفوق سي في تحليلاته الاقتصادية على سميث وريكاردو، لكنه لم يجاري ألفريد مارشال في أفكاره عن آلية الطلب والعرض. فقد تحدث سي بشكل عام وفضفاض عن آلية الطلب والعرض من غير أن يعطي تفاصيل لكيفية الوصول إلى التوازن بواسطة الأمثلة الكمية العددية، يعني أشكل جداول أرقام. وفي المقابل نجد بأن مارشال قد أبدع في ذلك الذي ابتدع ما تسمى جداول الطلب والعرض، اللي هي demand schedule and supply schedule أو demand and supply schedule. قانون الأسواق واحد من أفكاره لوب ماركس. اشتهر سي في مجتمع الفكر الاقتصادي بكتابه بحث في الاقتصاد السياسي كما ذكرنا سابقا، وما قيل عنه بأنه صاغ لما بات يعرف بقانون الأسواق، الذي يقول بأن العرض يخلق الطلب عليه، supply creates its own demand. لكن مؤرخ الفكر الاقتصادي مارك بليج يقول بأن التاريخ كان ودودا للمفكر سي. لماذا؟ يقول بليج بأن سي قد قال في كتابه بحث الاقتصاد السياسي يبدل المنتج دائما بمنتج، وأن المفكر الاقتصادي جيمس ميل عدل على الكلمات وحولها إلى العرض يخلق الطلب. إذن سبحان الله، يعني مصطلح أو هذه الجملة العرض يخلق الطلب يعود إلى جيمس ميل، لكنه عدل عليها من هذه الجملة التي قالها جيمس ميل. فالسمعة يعني باختراع أو باكتشاف هذا القانون يعود إلى المفكرين، لكن سي أخذ حظا أوفر. وبالتالي الآن وقد استند جيمس ميل في ذلك على تبعات ما قاله سي أصلا، كان مفاده بأن الإنتاج يفتح الطلب على المنتج، production opens a demand for product، ما يعني بأنه لن يكون هناك فائض في الإنتاج، على الأقل حسب التفسير الذي تبناه البعض على لسان سي. هذا الآن القانون باختصار، العرض يخلق الطلب، هو يعود أصلا إلى سي، لكنه قاله بجملة أخرى أو بتعبيرات أخرى، فقام جيمس ميل بتعديله إلى العرض يخلق الطلب، أو supply creates its own demand،
أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم أحبتي الطلبة والمتابعين هذه القناة التعليمية حيثما كنتم، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.